أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في. مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة، بالضبط من حي البريك. مرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في أينما كنتم مشاهدين، داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. معنا سجين سابق، قصة مؤثرة خوتي، قصة يعني واحد السجين اللي بغى يندمج. سجين خرج عام وعشرين يوم، هذه دابا عام وعشرين يوم اللي خرج من السجن، سبحان الله. يعني بشهادة الجميع اللي كانوا حاضرين معنا تيشهدوا ليه بأنه رجع واحد آخر، الحمد لله تاب، وكان سبب التوبة ديالو هو دخوله للسجن، وكذلك من اللي خرج القدر خوات خوتو اللي كانوا معمرين الدار ما لقاهمش، يعني توفى، والله يجدد عليهم الرحمة في هذا النار. ثلاثة ديال خوتو اللي ماتوا هو في السجن، يعني هادشي أثر عليه، هادشي خلاه يعيد النظر في تصرفاته، هادشي خلاه يعيد النظر في حياته. فعلا تبدل، تغير، الحمد لله. ناس ولو يشوفوه دابا في المسجد كيصلي، ناس يعني شهدات له بأخلاقه، درويش كما كنقولوا، داك السيد اللي ولا غادي جنب الحيط خايف يمشي يقيسو شي حد ولا يدير شي حاجه يرجع للسجن، يخافوا من السجن، يعني ما باغيش السجن، امنيته يبدا حياته من جديد، يبدا الحياه ديالو من جديد، باغي يتزوج، باغي يخدم، باغي يدير وليدات ويعيش معاهم، ويقول عاد دابا تزدت من جديد، هو تيحس براسو عاد تزاد. اذا نخليكم معنا مشاهدينا نعرفوا بعد القصه ديالو كيفاش تدخل السجن، وهذه هي القصه المؤثره خوتي، تعرفوا بعدا غير كيفاش دخل السجن. خليكم معنا وبارطاجيو خوتي للعبره وللمساعده، احنا بغينا القصه ديالو يعني ياخذوها الناس للعبره، وكذلك بغينا المحسنين يكونوا حاضرين معنا في هذا المباشر وياخذوا بيديه، تيقول لكم ها يدي، خذوا بيدي، ديروا لي واحد الدفعه، عاونوني ندمج، عاونوني ندير وليدات، عاونوني نتزوج، عاونوني نخدم. المجتمع ما رحمنيش، ملي خرجت من السجن حتى واحد ما بغى يخدمني، رغم انني تائب والله سبحانه وتعالى كنطلبوا ليل ونهار يقبل التوبه ديالي، كنصلي وكنحط جبهتي للارض في السجود وكنطلب الله يتقبل التوبه ديالي. اذا نخليكم معنا خوتي نسمعوا القصه ديالو. الاسم ديالك؟ السلام عليكم، الاسم ديالي احمد اختي. خويا احمد، حكي لينا خويا احمد بعدا اول حاجه علاش دخلتي للسجن وشحال دوزتي؟ وقتي تحكمت 16 عام ديال الحبس باطل، وغير صاحبي بحال خويا بحال با، والله يرحمه ويرحمه الله، هذاك الانسان طيب طيب طيب، وكنا تعشيت انا وياه، كنا شربنا هو مسكين رجل، كنتو في جلسه خمريه. خمريه الله يعفو عليك، الله يعفو يا ربي، تعفو يا ربي، استحنا بهذاك النهار، وهو مريض عنده رجلو مهرسه ثلاث ورسات زكليز، عنده حديد، الا ما عطيتش يدك ما ينورش. دابا من وقفتو ناض، كنا شربنا هود مع الدروج، هذه الدروج ضيق، هود مع الدروج طاح، وقفتو ما كان محمد، يا خو عزتك خو احمد ازلكش، ريحنا عادي، كنا شربنا نعسنا الصباح، نعستو هنا في الدار، نعسنا في الدار، يعني كنتو في جلسه خمريه دابا تبغى ينزل مع الدروج طاح رجع نعس، لا رجع نعس الصباح، كنفيقو كنسيبو ميت شبعان نموت. بعد عيطنا للبويس وداك الشيء، انا واحد الكوميسير فؤاد كان، انت اللي عيطتي للبويس؟ انا اللي عيطت للبويس، لا ما غاديش نهرب، بقاش ما درتش شي ما درتش شي حاجه، هو بحال با، عيطت للبويس وداك الشيء، من يدونا الصانتو لينا، كان واحد الكوميسير كان بغى يدني، بغى يزيدني شي حاجه خايبه، باش ولي انا نوري شي حاجه اللي ما نعرفهاش، الكوميسير فؤاد. بدون ذكر الاسماء، بدون ذكر الاسماء. الكوميسير مو يصيفطني باطل ب 16 عندي الحبس، وقتي تحكم لي 16، تزمت 16 عام، وما دير والو. 16 عام يعني هنايا الحاجه الخايبه اللي درتي هذاك النهار هو انكم جلستو كتشربوا. واه جلست كنشربوا هذاك النهار، وبالتحكم دختي ديك 16 عام بحال مرت، قايت كنترجى الله وهذاك الشيء، وغادي كنترجى الله وكنقرا القران وكنصلي، الله سبحانه وتعالى فاجئ ليا، حيد سنين في الاستئناف، بلا ريال بلا محامي بلا يديك بلا خليك، الله سنين حيد الاستئناف، الله اللي حيد الاستئناف، والعفو حيد. يعني ما شديتي لا محامي دافع عليك؟ لا ما شديت لا محامي لا والو، بقاش ما عنديش وما دايرش، المحامي والله سبحانه وتعالى. طلبتي الله؟ وطلبت الله، والحمد لله حيد السنين وعاود العفو، حيد لي عامين مقسمه، حيد لي 10 شهور، عاود حيد لي 15 شهر. ربما كانت اخلاقك زوينه. كنت اخلاق زوينه وخدام معاه وخدام بحال الله، باش كناكل كنشرب، كنت قليل اللي كنزور،
كانوا داير خوتي مساكن كان ما عندهمش قليل في كيزوروني مساكن وكي ما عندهمش هاد خوتك اللي ماتوا. وانا مسامحهم دنيا واخره والله يسمع هي من خوياتي، الله يسمع هي من خوياتي، كانوا معمرين عليا كنت واكل معاهم شارب معاهم. دابا حسيت بالوحدانيه، حسيت بالوحدانيه، كندخل دابا غير بوحدي، كنت بصحي كنقول الله يا ربي لا فين خوياتي، ما عم ندوي ما عم نتكلم ما كاينش. ولحد الساعه دابا اختي تتعخص العمال دوزتي 8 سنين الحبس، 8 سنين الحبس اختي باطل. خرجتي شحال هادي باش خرجت؟ وخرجت عام و20 ودابا باش خرجت، وكنطلب كنبريء على الخدمه، كنبريء على الخدمه. خرجتي اخويا احمد جيتي حليتي باب داركم، شنو بعدا عاود ليا على نهار خرجتي؟ واختي واش نعاود لك اختي، لقيت الدار غير سمية الدار غير المؤسسين اللي عاونوا. كنتي بعدا الدار مشمعة؟ مشمعة مشمعين مشمعين البويس قاش ماتي المرحوم دري خويا. ومشيت للمحكمة وداكشي قال لا خويا خدا ديال الورثة، خويا الورثة فينا هما؟ في غير الناس، انا بعدا انا في غادي الناس اخويا، انا سول في الورثه، ولقيت الدار مشمعه وفي هاد الحالات. يعني حيت كان خوك بوحدو توفى هنايا وتشمعت وبقات مشمعه وداكشي. وملي خرجوا داكشي نقاو معايا وتعاوني الناس، عاود نقيتها وصلحت، ودابا كنصلح راسي. بغيت غير العمل، بغيت نخدم، بغيت نخدم في اي باب كندقوا الخدمه. كيقول يا خويا حنا كنقصوا الناس، خويا خصك في السجل العدلي، والسجل العدلي منين غادي نلقاه؟ عندك صوابق، عندك صوابق. وطلع عيا الدم وبكيت وبكيت كنقول والله يا ربي الله يرحم صبعنا، نفس عيا بيا الخير، انا بغيت نخدم غير بكتابي، بغيت شفت الناس، بغيت شفت الناس يتسرني ويسرى. دابا راه كنخرج كندور كنجي كنحيد في لاقات المعيشه، ولا نصبن ولا نصيغ ولا نغسل المواعن، ما عرفتش بحال الفرخ كنخرج كنفطر بوحدي بحال الفرخ. كنجي كنزرب نصاوب كنطيب كل شيء، قسم القايل شي مقيله ديال الماكله، نعصر شويه الليمون وكنخرج، نخرج نجري كل الجوطي وداكشي باش ندبر ثاني المعيشه. وكنبدا الشيء كندير غير الديطاي غير الكارو. واليامات الاخرى هذه ديال الفضاء كدير واحد الكروسه درت فيها شاد الحوت وشاد البيض وشاد اتاي والحمد لله الحمد لله. المجتمع ما كيرحمش الحومه عندنا، الناس كيبغي يصير عندك اتاي كيقول لي اه واش طبعا هذاك خارج من الروح ولا حاشا يعني تابعاني ديك قاتل الروح تابعاني او ما سعد من تاكل او ما سعد من تشرب اتاي هذاك اتاي تريد تشرب. وكو بقيت كنسمع كنسمع وكو كتت كروسه عاود مرت نفسيا والناس كتشوف فيا تشوفها ناقصه. وتا واحد ما ديال ما تي شي حاجه غرام ديال الصداع ما ديرش مشوه حتى ما كنسالي شي حاجه. وبلاك بعث انا وسامي هنا يعني هنا خويا احمد كتشوف بان المجتمع ما رحمك ما رحمنيش رغم انك تبتي رغم انك بينك وبين الله كتقول راك انت ما قتلتش. واه وغير طاح خير خويا بو خويا هذاك اللي عمر الدار بكيتي على موته اوه بقى فيا بحال هاش لحد الساعه لحد الساعه بقى فيا بحال هاش بحال خويا كيقول مش كيقول يا وليدي سعيد كنقول انا خويا الله عمر الدار. وهاد الناس انا بغيت نخدم بغيت نتحرك وداكشي. ودابا لحد الساعه في الفطال مشيت درت جيلي، درت جيلي في المدينه غير كنكاردي الطوموبيلات، كنكاردي الطوموبيلات كنتبع يعطيني 40 هذا الدرهم هذا الجرام هذا الدريم هذا ما يعطيكش. وغادي مع الوقت غير باش نهرب من هاد الحومه حنا اللي فيها الحومه هاد المجتمع عارفين علاش دخل السجن. نمشي للمدينه ما كنعرف حتى شي واحد، ناس زوين ناس نقي كيتعاملوا معايا. وهاد الناس هادو عندنا بهاد الاحياء لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، نطلبوا الله يهديهم. وانا راه واحد اخر واخا كنبر... الناس ديال الحي ديالك الا كيشوفوك اليوم دابا راه غايشوفوا المباشر شنو تقول للناس ديال الحي ديالك؟ قول لهم راه احمد ماشي مجرم. والحمد لله واحد اخر، انا احمد احمد اخر والحمد لله وشكر الله. كنبغي لا الحوايج كنبغي السلامه والمعيشه. انا كنطلب من خوتي يتعاونوا معايا، انا بغيت شي مراق ديال الحاله ان شاء الله وتنعيش نعيش العيش حياتي. ويلا خرجت الدنيا راه باقي كاين شي ماكله باقي ما كلتهاش، كاين شي ماكله وحق الله العظيم كاين شي ماكله باقي ما كلتهاش. وانا خرج الديخ والوراثه من التساع كيقولوا راه بغينا نبيعوا وراه هذه. قلت له اخويا خليني غير نتنفس، لا خرجت عام داك الشيء ما عرفت من راسي من رجليا، نتنفس اخويا ان شاء الله وما يكون غير خاطركم. وكاين عجير ديال خواتي قالت لك اخويا حنا نشدوا منك والو احمد، انت ما عندك توا الصغير جوج قالت لك توا هو الصغير نشدوا منك والو. والاخرين نطلبوا الله يهديهم علينا، نطلبوا الله حق سبحانه يهديهم علينا. وان شاء الله الا خدمت ودبرت باش نشوف باش نتفاك معاهم ان شاء الله. بغيت غير سكن وما بغيتش السجن، السجن ما بقيتش بغيتو. وانا زعما ما بقيتش نهار كرام ديال السجن ما بقيتش بغيت نشوف فيه، خصني تمحنت تمحنت بزاف شي نقول على الله وماشي السجن. انا بغيت نخدم دابا بغيت نخدم كنطلب خوتي جنب الحياه غادي غير كنطلب غير السلام العلب عاش وقت اخرى هادي والسن واللاج والله عندي كبرت 73 كنتمنى يكون عندك وليدات. الحمد لله كنتمنى الله كنتمنى وليداتي وليدات، كنطلب الله ونطلب من الناس المجتمع. ما عمري تزوج باقي على الله، وكنشوف الناس صحابي مزوجين كرب مني ساكن كنفرح كنبوس لبروس كندور معاهم كنقول سبحان الله. تانا ان شاء الله بغيت غدا ولا غدا تانا نجرى وليداتي ان شاء الله، ان شاء الله تانا ونخدم تانا وندير عائله. الله سبحانه وتعالى غير خطا غير غلط، انا ماشي مجرم،
انا ماشي مجرم، هذا غير غلط صاحبي كنشربو مريحين وكشي الخمر. يعني الخطأ باه هو داك الشراب اللي هو شربتي، داك الشراب اللي صنعكم، هو داك الشراب اللي صنعناش ما غاديش يطيح صاحبي، باقي ماشي دابا يطيح. كتشرب حبيبي لا وتقول اختي ما راك، وتقول تقول طرب الله سبحانه وتعالى، طرب الله اختي نادية، والله يجعل ربي يسمح لك شي داز. وكنطلب خوتي الناس ما يطيحوش في الشيء طحت فيه انا، هذا المشكل طحت فيه انا، نطلب الله وهاد الناس اللي كيسمعوني ما يطيحوش في هذا المشكل طحت فيه. وكنطلب الله وهاد المحسنين يتعاونوا معايا، بغيت نشمت الناس باش انا نتعاون باش نولد مع وليدات ونزيد مع نضرب مع وندير مع نزيد مع في حياتي، بغيت نشمت الناس اللي معايا انا، وانا باقي ما قدامش انا كان بغيتي خدمة، بغيت خدمه، وانا شي كان حد اللي ما يشوفش الماضي ديالك، وهذا ما كان اختي يشوف احمد ديال شوف دابا. احمد ديال دابا، ما يغيش يكتب لي احمد دار الحبس، هذاك الحبس ما كتبقاش حمزه ريحته، ما بقاش نقول ندوز حبس، ولا تعيب داك ندوز حبس، ولا تعيب في المجتمع. الناس راه مضغوطات بخير ولا خير، ونطلب الله وهاد الناس اللي وعد ما يضيع، اللي يعاونني يتعاون مع الله سبحانه وتعالى، وانا مسامح المجتمع، الناس كامله كتعرفني، انا كنبري غير الخبز الحلال، هو يتخدم بكتافي، باقي فيا ما نخدم، ونطلب الله وهاد الناس وهاد العواشر. والله وتجيو تلقاو الزوجه ديالك في الدار مطيبين ليا وداك الشيء، وانا دابا تمحنت بوحدي، دابا كنجي خصني نسيق، خصني المعنات نطيب، نصب الحوايج بزاف، نخرج لا والدي ولا والدي لا خوت، انا من ندوي لا والو، كيجي واحد الصديق يريح معايا ويكيريح من مسكين، كيفهم من القران كنقرا القران وداك الشيء. لا بدا ضروري ضروري، كيفيقني جاري هذا كيبقى مسكين، هذا السيد عبد الكريم مسكين كيفيقني الفجر، الله كيفيقني الفجر كيدق عليا ديما مسكين كيفيقني الفجر، كيعطيني داك الشيء اللي خاصك. الله يعمرها عبد الكريم، الله يعمرها دار، على اول مرته حياه الله يعمرها دار، كيكونوا بيا مساكن وكش خاصك خاصك يا خاصك حاجه، يعني معاونينك باش تشد الطريق. معاونين معايا وحاضرين معايا مساكن، والله اللي جازيهم، وكنطلب الله الله يجعل ربي يعاوني ويعاون هاد الناس ساكن اللي يتعاونوا معايا، رانا لحنين الله رحيم، وكو بغيت نخدم بغيت نخدم، انا مشتاق باقي صحيح مشتاق للعمل، ونطلب هاد الناس هادو يتعاونوا معايا. اش كنمشي للعمل كيقول لي يا خويا في جيب لي السجل العدلي، قلت له خويا ما عنديش السجل العدلي، ديك النظره ديال دزتي في الحبس، بقاش الحبس راه غير خطا خطا، منين كيدوزو صافي كياخذ العقوبه ديالو. وانا كنطلب الله هاد المره، نطلب الناس يتعاونوا معايا، انا بغيت نخدم وانا انسان صالح، ونطلب الله الله يجعل ربي يسمح لي بكشي اللي داز، ونطلب الله وهاد المجتمع الناس ما يتعش واحد المجتمع طاحت فيه انا، والحمد لله وشكر الله، كنطلب الله سبحانه وتعالى يعفو لي ديني ويتبع طريق مستقيم، وانا مدين كنحشم كيدوي معايا، ولا كنحشم كنحضر راسي كنشوف راسي، شوف الناس كانوا كراف مني ولا احسن مني، كنقول علاش انا، انا بغيت وليدات، انا ضيعت حياتي، انا بغيت وليدات، الوقت اللي كانوا الناس يديروا المستقبل كنت انا نصاب، وكنت مذيع والخرية في التواخي في تخزن 8 سنين وانا مخزون، يلا ضاعت من عمري بزاف، والسوم كامل فهم طاع ليا، ما بقيتش باش كنبقى نلقي ذوب باش نركب الفم، ما بقيتش باش ناكل خبز، والله اختي بالله اختي نادية، وكنطلب الناس وهاد الناس المحسنين يتعاونوا معايا. اول مرة واخر مرة بغيت نخدم، واش مرا ديال الحلال، واش مرا ديال الحلال، انا تبتوبة ناصحة وليس منها، ما عنديش عمري ندير شي حاجة خايبة، باقي لي حاجة وحدة اللي باقي لي هو الكارو، كارو حاجة وحدة، واللي باقي لي هذه شي 4 أيام ولا 5 أيام درتو بينات عيني، بغي نحيدو عليا إن شاء الله. إن شاء الله أمين 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 أختي أمين. شوف غير كيما حيدتي الشراب وأختي وليتي تصلي، ما كنتيش حد جباتك، بفضل الله الحمد لله وليتي تصلي، الحمد لله بفضل الله، قرأ القرآن ربي قادر باش يعفو عليك ربي. حتى داك الكارو ان شاء الله. امين اختي ربي كريم، بقات الكارو صعيب قتال، والجوار ب 60 ريال، السيطره ديال العيد ب 60، اللهم حليب، اللهم حليب ب 60 ريال احسن من الجوار. فكرتي بحال هكا راك غتحيد، وان شاء الله كنفكر ديما ديما اختي ديما اختي، وحق الله عاش الكارو مخرب، واش خرب ديال الناس قتلها، وكنطلب الله من هاد المرة الناس يتعاونوا معايا في هاد العواشر، انا ما عنديش وبغيت نخدم، وكنطالب كنطلب كنطلب بالله، وكنطلب هاد الناس يعاونوني، بغيت شبت الناس ان شاء الله يجمع لي الشمل، ورانا قدام الجوطيه ان شاء الله المعيشه باش ما كان معانا انا شي بنت الحلال شي ان شاء بنت الله الناس اللي حتى هي بغات راجل اللي حتى هي تستر وتسترك وتسترها وتبداو الحياه من جديد، فاذا كانت في الاستماع كتقول لها بانك انت مرحب بالزواج. مرحب به، وانا لا حنين لا رحيم، الا جيت المره المراه غير انا وياها، ما عندي لا مي لا اختي لا ما كاينش غيديرهم جهه، ساكن غير انا وياها، ما بالفرحات هي، وانا كنعرف انا طياب انا كلشي، جات المراه نسميها هي ماما هي امي وانا با، تلقى فيها كلشي، تلقى فيها الحنان، تلقى فيها كلشي، تزوجها فيها كلشي، وتخدم معايا، ماشي غير خدي نجيبها كنخزنها، انا مسامي ما نخدم معايا نخدم انا وياها، نتعاونوا على الزمان نتعاونوا على الوليدات باش ندركوا، حنا ندركوا الوقت ديال وليداتنا ان شاء الله، وما نضيعهاش
ونطلب الله ود الناس المؤسسين وراه النهار كيشوف العواد الاواشر يتعاونوا معايا لحقاش عام و20 يوم دابا 100% انا كيقولوا مجرم واش مجرم بغى يصبر عام و20 يوم باش خرج ما خطف ما باع حشيش ما والو والحمد لله وسط الناس والوجوه وقفوا معايا وداك الشيء وانا غير كناكل وكنسعى ما عنديش خويا ما عنديش طين لاحظت ما قدامش وكنشدها وكنجيبها ما تخشيهاش تجيب واحد وكنجيبها كناكلها بوجهي حمر ما كاينعات في حد ما كنسرق حد ما نبيع مخدرات لحد ما نلحق حتى شي واحد كنبيع الحلال الحلال يا رسول الله والله سبحانه وتعالى ما كيحشمش والله يجعل ربي يعفو ليا وعلى امواتي معهم جميعا امين و... الهاتف ديالك اخويا احمد حافظ واختي 06 03 45 30 لا بلاتي بلاتي نصح لك بلاتي 06 03 47 30 15 هو هذاك شكرا اختي ما عقلش الله يعطيك صحتك اختي الله ما عقلش وكنطلب الناس من هذا المنبر هذا تعاونوا معايا رانا لا حنين لا رحيم لا حنين لا رحيم وهو شرادي وبغيت نخدم بغيت نخدم وعندي تفيدي تفيدي عندي حلاقه وداك الشيء بغيت نخدم بغيت مشيت الاجر نصدق على والديا وكما انا كنترحم على والدي انا بغيت وليدات يترحموا عليا الا مت ثاني يترحموا عليا ماشي الا مت انا غتمسح سميتي ما تبقاش احمد ما تخاف غير كتمنى وليدات نتمنى ضروري ضروري اقتداري ضروري الاولاد هما كمال الدين كمال الدين هما الوليدات واخا تكون كما كنتي وكل ما كنتيش بعدك الوليدات ما عندك حتى شي حاجه ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله الحمد لله تشوفوا وليداتك ونشوفوا الحمد لله يا رب امين يا رب امين يا رب امين يا رب امين لكم الجميع. اذا مشاهدي قناه تي في فعلا هذه قصه مؤثره ديال خونا احمد خونا احمد اللي اليوم فتح قلبه وحكى لينا كيفاش تدخل للسجن ونهار اللي خرج من السجن لقى الدار خاويه ثلاثه ديال خوتو ماتوا وخلاوه وحيد يعني حتى الذكريات في الدار كتألمو يعني الدار اللي كانت عامره خاويه السجن دوزو تيقول هو بان قدر الله ما شاء فعل كانوا في جلسه خمريه هو والصديق ديالو هذاك الصديق ديالو ملي جاي هبط من الدروج فعلا عنده الدروج شويه ضيقين ملي جاي هبط من الدروج طاح في الدروج عاود قال له نطلع طلع عاود جلس نعسو الصباح صباح ميت ملي صباح ميت عيط هو البوليس مشى على اساس انه هو اللي ضربه ولا يعني وتشد في الحبس مده يعني تحكم ب 16 سنه ولكن في الاستئناف مشاهدي قناه شوف تي في حيدوا ليه 6 سنين سبحان الله قال لك انا تضرعت لله سبحانه وتعالى وطلبته وخديت حكموا عليا ب 10 سنين في الاستئناف جاه العفو يعني كانت اخلاقه عاليه في السجن ماشي شي واحد خايب وحيدوا ليه عامين بالعفو الملكي الله ينصر سيدنا وتحيدت لي وضرب 8 سنين ديال الحبس ربما حنا غادي نعتبروا ديك 8 سنين عقوبه ديال ديك الجلسه الخمريه نيت شاف ان ربي دارها لك بالعفو خرجتي الحمد لله ما بقى يشرب ما بقى يدير شي حاجه اللي تردو للحبس ولا تيفكر انه يدير مستقبل باغي يتزوج من هذا المنبر وجه الرساله ديالو الا كانت شي بنت الناس اللي بغات تتزوج بخونا احمد كيقول ليها انا باغي نتزوج وباغي ندير وليدات نتمنوا يا رب نفرحوا معاه يا ربي نطلبوا الله هاد العواش الله يسهل لك في بنت الناس اللي توقف معاك وتعاونك وتقدر ظروفك وما تشوفكش حباس تشوفك مواطن غلط ولكن تاب ربي سبحانه وتعالى تبتي وليتي تصلي كنقول بعدا لهاد الناس اللي راه كي الجار اللي قلتي كيفيقك الفجر هو والزوجه ديالو واللي راهم واقفين معاك باش تشد طريق الله تنقول لهم الله يثبت لكم الاجر من هذا المنبر كنقول لكم الله يجازيكم بخير بقاو بجنبه ما تخليوش الشيطان فين يدوز ليه خليو ديما تبقاو تفكروه بالدين فكروه بالصلاه عاونوه ان شاء الله باش يحيد الكارو هو اللي بقى الحمد لله الشراب راه حيدو بقى الكارو الله يعفو عليه ان شاء الله غير تدرع لله سبحانه وتعالى والله يسهل لك في بنت الحلال والله يسخر لك العباد ديالو اللي ياخذوا بيديك لان انت بغيتي اللي يدير لك واحد الدفعه باغي خدمه خوتي باغي القلوب الرحيمه اللي ما تشوفش فيه سجين اللي ما تشوفش فيه مجرم بغى القلوب الرحيمه اللي تشوف احمد ديال دابا احمد ديال دابا احمد كيقول لكم انا تبت لله سبحانه وتعالى والله يسمح لي على كل حاجه فاتت والله يجدد الرحمه على الوالدين ديالك وعلى الخوت ديالك الله يجدد عليهم الرحمه وعلى جميع اموات المسلمين في هذا العواشر يا ربي تعاونوا خوتي الله يرحم لكم الوالدين شوفوا فيه بعين الرحمه ديروه هو الاخ ديالكم ديروه هو الاب ديالكم ديروه من عائلتكم خوكم في الاسلام
بغى يد المساعده باش ما يرجعش للسجن، ولا كما قال غادي غير جنب الحيط، خايف من جنابه، غادي وخايف من جنابه، كيقول لك خفت ندير شي حاجه نمشي للحبس. نهار اللي دار واحد الكروسه قال لك كيبيع فيها الحوت ويبيع فيها البيض واتاي، ما رحموهش الناس د الحي ديالو. اللي تيقول قال لك ولا اللي مشكله عنده، جاوب خويا احمد راني خليت رقم الهاتف ديالك، ربما خوتنا المحسنين، جاوب خويا. قال النهار اللي هذا تيشوفو تيقولوا له واش ما لقيتي عند من تاكل غير عند داك المجرم داك القتال؟ صافي ولاو تيشوفوه مجرم قتال، حتى داك اتاي ولا داك الحوت ولا داك البيض ما خصكش تاكلو عنده. لا خوتي، لا الله يجازيكم بخير، بالعكس اجي ناخذو بيديه، بالعكس الا دار شي مشروع ناكلو عنده ونشربو عنده ونشجعوه، ما نشوفوش فيه هذيك النظره. الله سبحانه وتعالى وتيسامح، فعلاش حنايا كنشوفو فيه هاد النظره هذه؟ نقولو قتل مجرم خدا العقوبه ديالو وخرج وتاب، واش حنا الله؟ حاشا، حنا ماشي الله باش غنجلدوه، حنا ماشي الله باش غادي نعاتبوه، حنا غادي نقولوا له الله يهدينا ويهديك، حنا غادي نقولوا له راه حنا في الدنيا، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. ما عرفناش خوتي اش كيتسنانا، واش هو كان ناوي يدخل الحبس. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، كندير لكم تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديال خويا احمد، رقم الهاتف ديالو 0، شد لي خويا التليفون هذا، 06 عفوا 06 03 47 30 15. بارطاجي يا مواطن، بارطاجي خوتي المسلمين، عطيه التليفون عطيه جاوب، جاوب خويا، راه خليت رقم الهاتف، الله يفاجئها لك ان شاء الله، خوتنا المحسنين يتعاونوا معاك. ما عرفتش مسكين مازال ما عرفتش حتى التليفون ياك، حيت قلنا له حاول دير تليفون باش منين نجيو نصوروا معاك يكون عندك التليفون باش تقدر تواصل مع الناس، حتى التليفون راه ما كانش خوتي، داروا باش يتواصل معكم، لانه كل امل في الله فيكم، كل امل في الله فيكم، نتوما اللي غادي تعاونوه، نتوما اللي غادي توقفوا معاه، نتوما اللي غادي تزوجوه باذن الله، والله يفرحك اخويا حتى نوقفوا معاك حتى نشوفوا وليداتك ان شاء الله. يا شاء رب الله يجعل ربي يحفظكم يا ربي امين. جاز الله ورضا زوين، تو واحد ما يضيع، حنا اللي خلقنا الله اسلام كاع مسلمين، انا ماشي تخاف مجرم، انا غير صدفه. عطيه جاوب. صدفه الخمر هي اللي لحقتني. عطيه جاوب. بلاتي ما عرفتش التليفون. جاو المهم انا نسالي ونوريك كيفاش دير تجاوب في التليفون، كما قلت لكم خوتي التليفون عاد خداه ومازال ما عرفش حتى كيفاش انه يجاوب. اذا الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، بغيتكم تصدعوه برزطوه اتصلوا به. بنات الناس اللي بغات الزواج ماشي حرام، ماشي عيب، ماشي عيب تقول له خويا انا باغيه نتزوج، حتى انا بغيت نبني حياتي معاك، بالفرحات عليه وديروا يد في يد وتعاونوا على الزمان وديروا وليدات، الله يسهل عليكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. بسلامه اخويا احمد، اي جديد وفي نبي، لا تزوجتي عندك ما تعرضش علينا. ضروري ان شاء الله، ضروري نشكر هاد الناس كاملين، هاد الناس كاملين الله يجعل ربي يحفظهم في روحه ويسركم، الله يجعل ربي يحفظكم ويحفظ وليداتكم، الله يجعل ربي يوجدنا وليكم، الله يجعل ربي يسهل عليكم، الله يخلف عليكم، الله يخلف عليه، يخلف عليه، يخلف عليه، الله يخلف عليه، واللي ما عندوش الله يوجد ليه، والله يشافي بكل واحد، والله يجعل ربي يعفو ويعفو لأمواتي محمد، وخوتنا، والله يجعل ربي يعاونكم، الله يرحم والديكم، الله يخلف عليكم، عسركم الله سبحانه وتعالى، عسركم الله، ما تضيعوش بجاه الله، الله يجعل ربي يعاونكم من عنده إن شاء الله، أنا غير خوكم. جاوب. نخليوك تتجاوب الناس، أنا وريتك كيفاش تجاوب. سلام خ. إلى هنا مشاهدي قناة شوف. سلام خ. لنهاية هذا البث المباشر من مدينة خريبكة، بالضبط من حي البريك، كنشكركم على الاتصالات ديالكم، فاجئوها عليه، فرحوه، الله يفرحكم، الله يفرحكم. ديرو هوبا لو خليه يجاوب. ديزا لابيل، إذا خليك مع الناس ديالك اللي كيتصلوا بك، دير بالك مع التليفون، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.